أعلنت الشركة المشغلة لموقع برج إيفل أن رمز مدينة باريس وأحد المعالم الأكثر استقطاباً للزائرين في العالم أغلق أمام الزوار اليوم الأربعاء في أوج الموسم السياحي بسبب إضراب موظفيه. وقرر موظف برج إيفل هذا الإضراب ليوم واحد، والذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة المهندس جوستاف إيفل وفي ذروة موسم أعياد نهاية السنة. وندد الموظفون بالإدارة الحالية التي تقود شركة SETE الشركة المشغلة للموقع نحو طريق مسدود بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام CGT. وجاء في البيان إن المنظمة النقابية تدين خصوصا نموذجا اقتصاديا طموحا جدا ولا يمكن المضي به بسبب المبالغة في تقييم ميزانية الأعمال التي تستند على أسس أهداف أرقام ارتياد سنوية تبلغ 7.4 مليون زائر، أي مستويات حضور لم تسجل سابقا أبدا. وفي العام 2022 استقبل برج إيفل حوالي 5.9 مليون زائر بحسب أرقام الشركة المشغلة، وهو رقم قياسي منذ 2019 وجائحة كوفيد-19. ونبهت النقابة خصوصا إلى ارتفاع كبير في كلفة أعمال صيانة وترميم هذه المعلمة، والتي تنحرف بشكل لا يمكن السيطرة عليه ولا يحتمل للرصيد المالي للشركة المشغلة مقدرة كلفة الأعمال التي سيتم تنفيذها بنحو 352 مليون يورو، أي بازدياد 128 مليون يورو منذ 2019.